تقرب لي انت ان شاء الله تساعدني. الف رحمه الوالد. ان شاء الله اذا قدرت. اهلا وسهلا. رحم الله. اول مشكله بنتي تزوجت 8 اشهر مات الطفل ببطنها، فصاير صار لها سنه ما جاي طيب، يعني دائما دائما البنيه مريضه، فمن طبيب الطبيب هسه ما تحتاجين طبيب ماما، لا تخلين الاطباء يعطونها مواد كيميائيه ويتعبون وياك وياها، انا الخادم عندك تأمريني الطيب وانا اعرف شو بيها، بس انا ما اريد احول البرنامج مالتي الى غير اتجاه، انا خادم لك. هاي واحده. اثنين، الله يخليك الف رحمه دكتور، الله يخليك. عندي اولادي فد مره متعبين مأذين يعني، والدراسه يعني جاي يتركونها وما يطيعون وما يحترمون، وفد مره بسيطه بسيطه عندك هذا القران سوره ياسين وايه الكرسي واسم الله المقيت، هذا الاسم هذا تقرينه 313 على ماي وآية الكرسي تكتبيها وصورة ياسين وشربيهم يا وشوفي قدرة الله. أهلا وسهلا.